كما استقبل رئيس تحالف السيادة الشيخ الخنجر سفير الجمهورية التركية لدى بغداد علي رضا جوناي في مقر التحالف بالعاصمة بغداد، وناقش الطرفان أبرز مستجدات المنطقة وتوثيق العلاقات مع دول الجوار، فضلا عن تأكيد العمل على استتباب الأمن إقليميا ومواصلة القضاء على الإرهاب، فيما شددا على أهمية التبادل التجاري بين البلدين والتعاون على مستوى الإعمار بما يعزز اقتصاد العراقي وإعادة تأهيل بناه التحتية.